السلام عليكم أعزائي الطلبة، محاضرتنا لهذا اليوم عن muscle tissue، الأنسجة العضلية. muscle tissue النسيج العضلي. شنو يعني نسيج عضلي؟ هو نسيج متخصص يعمل من خلال التقلص الذي يؤدي إلى تطبيق قوة على مختلف أجزاء الجسم. يتألف النسيج العضلي من ألياف من الخلايا العضلية التي تجتمع بشكل شرائح وألياف، وهي ما تعرف بالعضلات. هسه راح نتعرف على الخلايا العضلية اللي هي muscle cells are structured and functionally specialized for construction، وهي خلايا تكون متخصصة هيكليا ووظيفيا للتقلص. which contain two types of special protein، تحوي على نوعين من الخيوط البروتينية called myofilaments، التي تكون الخيوط العضلية الحاوية على طرف يكون thin containing actin، طرف رقيق يحتوي على الأكتين، وكذلك thick filaments containing myosin، وطرف سميك يحتوي على الميوسين. تقريبا كل الخلايا العضلية تنشأ من الميزوديرم أورجان، تنشأ من النسيج المتوسط. muscle tissue are a group of muscle cells، الأنسجة العضلية هي عبارة عن مجموعة من الخلايا العضلية التي تكون ذات منشأ من connective tissue، الأنسجة الضامة، والتي تسيطر على حركة الجسم movement of the body، كذلك حرارة الجسم body heat، و circulate blood throughout of the body، ودوران الدم من خلال الجسم. بعد ما تعرفنا على التركيب الأنسجة العضلية، هسه راح نتعرف على أنواع الأنسجة العضلية، والتي تكون مقسمة أساسا على خصائصها المورفولوجية والوظيفية. كذلك كل نوع من هذه الأنواع يحتوي على بنية خاصة فيه على أساس دوره الفيسيولوجي physiological role. تقسم إلى ثلاث أنواع: skeletal muscle fibers، cortical muscle fibers، وسموث muscle fibers. ألياف العضلات الهيكلية، والتي تكون is found mainly in associated with bones، تكون موجودة أو مرتبطة مع العظام. أما القلبية، والتي تكون walls of the heart، موجودة في جدار القلب خصيصا. أما العضلات الملساء، والتي تكون بالstentins and blood vessels، تكون موجودة في الأمعاء، وكذلك الأوعية الدموية. skeletal muscle العضلات الهيكلية. هسه راح نتطرق إلى صفات وتركيب العضلات الهيكلية. striated or voluntary muscle تكون عضلات إرادية ومخططة، تتواجد present mainly in lumbar بالأطراف، وتحوي وكذلك relating to body wall في جدار الجسم. supplied by somatic division of nervous system تكون مزودة أو مرتبطة بجزء جسدي من مرتبط بالنيرف سيستم في الجهاز العصبي. formed by fusion of multiple myoblasts during embryonic life تتشكل من خلايا عضلية مختلفة أو متعددة خلال المراحل الجنينية embryonic life. motor and blast تكون عبارة عن نهايات متحركة، العضلات الهيكلية دائما تكون في نهاية الأطراف، واللي أطراف اليدين أو الأقدام اللي تكون نهايات متحركة. mostly organized from somatic mesoderm تنشأ في الغالب من الأديم المتوسط الجسدي. الصورة التي أمامكم توضح connected tissue from work عمل الأنسجة الضامة في تنظيم الأنسجة العضلية. المقطع أي، والذي يكون مقطع طولي يوضح الأنسجة الضامة احتوائها على blood vessels الأوعية الدموية، muscle fibers الألياف العضلية،
وكذلك الجدران التي تحتوي على البلوميسين والإندوميسين والإيبوميسين. أما المقطع بي يكون مقطع عرضي مكبر يحتوي على الباندل الأوتار أو الوتر، وكذلك بلاد فيزل الأوعية الدموية للبلوميسيام والإيبوميسيام. نأتي إلى التركيب المجهري للعضلات الهيكلية مايكروسكوب ستراكشر أوف سكلتال ماسل. فايبرز الألياف تكون مرتبة بالتوازي مع بعضها البعض. بيس كيونت الوحدة الأساسية للعضلات الهيكلية تكون لونج سيلندركال فايبر، تكون ألياف أسطوانية طويلة، كذلك تحوي على مناطق مظلمة دراك أند مناطق باند أو حزم مضيئة لايت، وتكون ستراتشن مخططة. مالتي نيوكليتيد تكون متعددة النواة، ويكون موقع النواة محيطي بريفيريولي. مايو فايبرز الليفات العضلية تكون عناصر متقلصة أو مخصصة للتقلص عند وجود قوى خارجية constriction elements. ساركوميرا التي تكون عبارة عن وحدات تقلصية كذلك. المايوفيلامنتس التي تكون الليفات العضلية أو الخيوط العضلية تحوي على جزء سميك ثيك يحوي على المايوسين، وجزء رقيق ثين يحتوي على الأكتين. كذلك كل الخيوط السميكة للخلايا الهيكلية تكون سراوند محاطة باي ثيك ثين فيلامنتس، بست خيوط رقيقة التي تدعى بالهكسوجينال فيوجن، التي تكون تدعى بالطريقة السداسية الهكسوجينال فيوجن. كذلك تحوي على البروتينات الضرورية لعملية التقلص، والتي تكون تيتين، ألفا أكتين، نوبلين، تروبوديولين، وديسترومين. وكذلك تحوي على تزويدات عصبية اللي هي موتور فايبرز وسنسوري فايبرز، تكون ألياف متحركة وألياف حسية. الصورة التي أمامكم توضح عبارة عن سلايدين. سلايد أي يكون مقطع طولي للعضلات الهيكلية، أما السلايد بي يكون مقطع عرضي للعضلات الهيكلية. المقطع الطولي الذي يحوي على الأنوية تكون أنوية عديدة موجودة ما بين الألياف نيوكل أوف فايبروبلاست، وكذلك تحوي على الأوعية الدموية بلاد فازيولز، وتكون مخططة الألياف العضلية تكون مخططة. أما المقطع بي يكون مقطع مكبر وجزء عرضي، كذلك يوضح الأنوية المتعددة للعضلات الهيكلية والأوعية الدموية والألياف العضلية. مقطع طولي يوضح جزء من العضلات الهيكلية. مقطع مكبر تحت المجهر يبين أن المناطق المضيئة اللي تكون باللون الأبيض اللي هي thin، مناطق مضيئة light، مناطق المظلمة لدراك اللي تكون سميكة thick، وكذلك التخططات العضلية الموجودة والتي تكون متوازية مع بعضها البعض. المقطع أي يوضح أن في شعبات العضلات الهيكلية بصورة عامة هي صورة توضح أن الأنوية الغامض. وأما المقطع بي ويكون عبارة عن مخطط يبين المناطق المظلمة والمناطق المضيئة والحزم، أي الحزم آي باند التي تكون لايت وثين، حزم رقيقة ومضيئة. أما الحزم أي باند التي تكون سميكة وثيك، وكذلك تحوي على المايوسين. أما الأقراص التي تكون ما بين الحزم المضيئة اللي هي عبارة عن خطين متوازيين،
اللي هي زد لاين، شكل حرف زد، وهي تربط ما بين الخيوط المضيئة التي تحوي على الأكتين. موتور يونت، الوحدة المتحركة والتي تحوي على الخلايا العصبية المتحركة اللي هي موتور النيورون، وكذلك تحوي على الأكسون، المحاور التي تنقل الإعازات العصبية من الجهاز العصبي إلى الأنسجة العضلية، والتي تكون مرتبطة بواسطة نيورو مسلر جنكشن اللي هو مفرق عصبي عضلي، حيث عندما تأتي الإشارة العصبية من الدماغ أو من مصدر خارجي تنتقل إلى الخلايا العصبية، ومن ثم تنتقل إلى النسيج العضلي الذي يؤدي إلى تقلص العضلة التي تتألف من معقد بروتيني يحوي على أكتين ومايوسين الذي تنزلق فوق بعضها البعض عند وصول إشارة التقلص، أي وصول تحفيز خارجي يؤدي إلى تقلص هذه العضلة المصل فايبرز الألياف العضلية. نأتي للنوع الثاني من العضلات وهي العضلات القلبية كارديا مصل، والتي تكون سترايتد أو آند انفولنتري، تكون عضلات مخططة لا إرادية موجودة في جدار القلب present in heart. تنشأ من الميزوديرم، النسيج المتوسط، القديم المتوسط، كذلك تزود سبلايد من الجهاز العصبي السمباثاوي الذي يرمز له بالاي ان اس والبارا سمباثاوي. التركيب المجهري للعضلات القلبية consists of long and thick branching muscle fibers may appear as U-shaped. تكون من ألياف عضلية طويلة ومتفرعة، قد تظهر على شكل حرف واي. Interstated disc تكون عبارة عن أقراص مقحمة، تحوي على نواة single oval nucleus، تكون مفردة وكذلك مركزية centrally. التخططات transverse تريشن تكاد أن ترى تخططات تكون خفيفة، أي أند أي باندز، تكون الباندات أو الحزم تكون عبارة عن أي اللي هي تكون مظلمة أو ثيك دراك وسميكة، أما الأي تكون رقيقة ثين ولايت مضيئة along with the Z disc present جنبا إلى جنب مع أقراص الـ Z اللي هي تفصل ما بين الخطوط أو المسافة ما بين سطرين متتاليين. تركيب العضلات القلبية يكون مشابه لتركيب العضلات الهيكلية، لكنها العضلات الهيكلية تكون إرادية أما العضلات القلبية تكون لا إرادية. المقطع أمامكم هو جزء من العضلات القلبية، يكون جزء مكبر عبارة عن أجزاء مختلفة للعضلات القلبية، تبين النواة التي تكون مركزية الموقع ومفردة، كذلك أدنى يوضح الأوعية الشعيرات الدموية الكابلاري والأقراص المقحمة والألياف العضلية تحت المجهر. جزء مكبر من العضلات القلبية والتي تكون تحت المجهر، وتوضح الانترستيت ديسك الأقراص المقحمة التي تفصل ما بين الحزم القلبية. النوع الثالث من العضلات وهي العضلات الملساء سموث ماسل، نون سترايتد، تكون عضلات غير مخططة supplied by ANS، مزودة بواسطة الجهاز العصبي السمباثاوي، present in gastrointestinal tract، موجودة بجدار القناة الهضمية walls of blood vessels، جدران الأوعية الدموية، كذلك urinary bladder المسالك البولية، المثانة، الرحم،
والسكتر بول ماسل، الشعيرات عضلة الشعيرات، وهير فوكلز البويصلات الشعيرية. نأتي للتركيب المجهري للعضلات الملساء. تكون ألياف العضلات الملساء سبينال شاب، تكون مغزلية الشكل ممتدة طوليا، تحوي على نواة مفردة سنجل elongated نوكلز، تكون نواة مفردة ممتدة طوليا سنترالي بليس، تكون موقعها مركزية. كذلك الخلايا تكون متصلة مع بعضها البعض، الخلايا المتجاورة متصلة مع بعضها البعض من خلال تقاطعات الفجوة اللي هي gap junction. أما التخطيطات تكون غائبة absence، غير موجودة، أي إنها عضلات غير مخططة. مقطع مكبر تحت المجهر للعضلات الملساء، والتي يوضح فيها الخلايا أو الألياف العضلات الملساء، والتي تكون مغزلية الشكل، والنواة المركزية الممتدة طوليا، نواة مفردة مركزية الموقع. سلايدات مختلفة توضح أجزاء من العضلات الملساء تحت المجهر بصورة مكبرة. جزء elongated section اللي هو يكون الجزء الطولي، و transverse section اللي يكون العرضي الطولي، والذي يوضح فيه موقع الأنوية المركزية، وكذلك الخلايا أو الألياف اللي تكون مغزلية. أما المقطع بي كذلك يكون مقطع طولي ومقطع عرضي، يوضح الأنوية والألياف المغزلية. هذه الصور توضيحية لفهم المحاضرة بصورة أكثر، وتوصيل الفكرة لكم عن أنواع العضلات واختلافها فيما بينها. بعد ما شرحنا ووضحنا النسيج العضلي وأنواع الخلايا العضلية والعضلات القلبية والهيكلية والملساء وأنواعها والاختلاف فيما بينها، وأخذنا صور توضح المقاطع العضلات، نأتي إلى مقارنة وضعتها لكم تسهل عليكم حفظ الأنواع الثلاثة من العضلات. هي مقارنة بسيطة وحلوة ومهمة بنفس الوقت. نأتي إلى فرق بين أنواع العضلات اللي هي الهيكلية والقلبية والملساء. نأتي لها من الكاركترايز الخصائص من ناحية اللوكيشن، الموقع اللي هي تكون العضلات الهيكلية دائما تكون مرتبطة attached to the bones، مرتبطة بالعظام. أما العضلات القلبية تكون موجودة visually in heart، خصيصا في القلب. أما العضلات الملساء تكون walls of whole vascular tract، في القصبات الهوائية، وكذلك في القزحية وقزحية العين والblood vessels الأوعية الدموية. مو شرط تحفظون كل المواقع الموجودة بها العضلات الملساء، يعني إذا أجتكم مقارنة تقدرون تكون في موقعين. أما عندنا الفايبرز الألياف، نأتيها من ناحية الشكل اللي شاب أن برانش سالندر. العضلات الهيكلية تكون عضلات غير متفرعة أسطوانية. أما العضلات القلبية تكون برانش كالندر متفرعة أسطوانية، والعضلات الملساء تكون سبينال شاب، عضلات مغزلية الشكل. نأتي لها من ناحية اللونجس الطول، العضلات الهيكلية تكون طويلة جدا من 100 مايكروليتر إلى 30 سنتيمتر. أما العضلات القلبية تكون من 50 إلى 100 مايكروليتر. أما العضلات الملساء تكون من 15 إلى 200 مايكروليتر، لكن في الرحم تكون 500 مايكروليتر. نأتيها من ناحية الدايمتر القطر، very long large، العضلات الهيكلية تكون كبيرة جدا اللي هي تصل إلى 1/10 مايكروليتر.
أما العضلات القلبية 14% مايكرو لتر، أما العضلات المنساة تكون من 3 إلى 10 مايكرو لتر. نأتي لها من ناحية النواة، نيوكوف موك نيوكليتيد، العضلات الهيكلية تكون متعددة النواة وموقعها بليد بري فيري تكون طرفية الموقع. أما العضلات القلبية تكون سنجل نيوكوف إن إيتش مايوسايت بليد سنترالي، تكون نواة مفردة ومركزية الموقع. العضلات الملساء تكون كذلك سنجل نيوكلز نواة مفردة ومركزية الموقع. استراتيجيز التخططات، العضلات الهيكلية تكون خطوط مستعرضة متقاطعة إلى مناطق مظلمة وشفافة light and thick bands. أما العضلات القلبية تكون عضلات transverse stratification، تكون خافتة التخططات. أما العضلات الملساء تكون stratification not seen، التخططات لا ترى، يعني هي عضلات غير مخططة. من ناحية الكونكتيف تيجو، أن في جذام The connective tissue is organized in the form of endomycin, bremycin and ebomycin. النسيج الضام ينظم بواسطة الاندومايسين والبريمايسين والاندو ايبومايسين. أما العضلات القلبية تنظم بواسطة الاندومايسين الداخلي فقط، والعضلات الملساء كذلك تنظم بواسطة الداخلي فقط. هاي من ناحية connective tissue. Junction between fibers، الوصلات ما بين الألياف الألياف العضلية. العضلات عندنا العضلات الهيكلية تكون وصلات، لا توجد وصلات معقدة موجودة بين الألياف العضلية. أما ال interstated disc، العضلات القلبية تحوي على القرص المقحم، وكذلك الوصلات بين الألياف gap junction. ال gap junction are present in single unit smooth muscle. ال gap junction وصلات الوصلات العصبية أو تكون موجودة ومفردة في العضلات الملساء. nerve system أو nerves control، السيطرة العصبية. Innervated by somatic nerve system، تكون العضلات الهيكلية تحوي على أعصاب من أعصاب الجهاز من الجهاز العصبي، تكون وصلات جسدية مرتبطة بالجهاز العصبي. أما القلبية تكون innervated by autonomic نيرف سيستم، تكون تحفيزها ذاتي، لا يوجد ارتباط بينها وبين الجهاز العصبي. أما الملساء فكذلك تكون تحفيز ذاتي. أما نأتي إلى النقطة 6 اللي هي التحفيز الذاتي، العضلات الهيكلية تكون لا تحفز ذاتيا إلا بمصدر خارجي. أما العضلات القلبية هي تشتغل تحفز ذاتيا، عضلات متحركة لا يمكن السيطرة عليها. العضلات الملساء present only in smooth muscle of vasera، موجودة في الأحشاء الداخلية للعضلات الملساء اللي هو التحفيز الذاتي، يوجد داخل الأحشاء العضلات الملساء، يعني عضلات الملساء موجودة بالأمعاء، موجودة بالقناة الهضمية، موجودة بأحشاء الأوعية الدموية، كلها تحفز ذاتيا لا يمكن تحفيزها بمصدر خارجي. regulation التجديد by the proliferation of satellite cells، العضلات الهيكلية تجدد بواسطة خلايا الساتلايت سيلز. أما العضلات القلبية هي لا تجدد. والعضلات الملساء by meiotic division of
باراسايتنج سيل، إذا تكون بواسطة انقسام مستمر للخلايا. المقارنة واضحة وحلوة، والمحاضرة حلوة، وإن شاء الله تستفادون منها.